Thank you.
محمد التلمساني مدرب مستقبل سكر. خويا المباراة اليوم ضد هلال مساكن كيفاش معناها فانا إطار تحط؟ والله في إطار تحضيرات، نحن عندنا يظهر لي 10 أيام من بدينا التحضيرات نتاعنا، جات المباراة هذيا كلم رئيس جمعية سي صليح، كلم رئيس نتاعنا كان حكى معايا سي رئيس جمعية سكرة، قلت له ما فما حتى مشكلة نعمل مباراة ملقرية، نحن مازلنا قلت لك 10 أيام في بداية التحضيرات. الحمد لله شفتوا المستوى اللي عملناه اللي قدموه الأولاد نتاعنا، مستوى طيب شوية من الآخر سينكون سي بلون فيزيك طحنا شوية سي نورمال، خاطر كما قلت لك عندنا 10 أيام في التحضيرات، ويظهر لي جمعية المساكن هلال المساكن جاي من ستاج وكملت يظهر لي التحضيرات نتاعها بيانتو خاطر باش يعملوا الشامبيونات. الحمد لله فرحان بالمردود نتاع الأولاد، ما قصروش عدوا مباراة طيبة، نشكرهم على المردود هذايا، والمهم مش هالمباريات الوديه مهمين هذوما، لكن المهم نحن ان شاء الله نحققوا صعود سناء وان شاء الله سناء بحول الله نطلعوا للقسم الثالث، وبحول الله نخدموا على رواحنا ونعملوا قليب ونوصلوا ونشكر سي العلبي وسي محمد التمسين نتاعنا، وان شاء الله بحول الله سناء نطلعوا للقسم الثالث ونعملوا قليب وعنا جمعيه باهيه يوم صنعني بي. معانا اللاعب هيثم السقيطي، هيثم كان امس في الايام كان ضمن معناها اللاعبين اللي اجتازوا اختبار في الامساك. اي صحيح عملنا كانت معناها تمرنت مع هلال مساكن وتقومت بستاج معاهم، من الاخر غلب ما كتبش مكتوب، انا فرحان برشا اللي مشيت عملنا المساكن، عندي برشا اصحاب وعرفت رجال فيها، هلا غالب ان شاء الله ان شاء الله مره جايه ان شاء الله بقدره الله. اذا تو نجدوك في نادي سكر. اي ان شاء الله السنه قلت ربي ان شاء الله هذه موسم ممتاز ونصعدوا القسم الثالث ان شاء الله قلت ربي. مرحبا بكم في سكر ومرحلة هلال مساكن وسي صليح خونا وحبيبنا. خويا موسم جديد وطموحات جديده لنادي سكر. والله ان شاء الله نحن تو بدينا الموسم على بكري، وكريت المقابلات يعني كلها نحاولوا باش تكون مقابلات من رابطه الاولى ولا الثانيه باش الريتم يتهز نتاع الاولاد نتاعنا. الحمد لله توصلنا بريسك الجمعيه نتاعنا قريب تحضر ان شاء الله، يعني جمعتين اخرين تكون في التوب نتاعها ونبداو البطوله السنه قويه ان شاء الله. اذا معناها طموحات نادي سكر. لا سنة والله عملناه الصعود هو نتاعنا، فكوه لنا فكين يعني ماهوش بطريقه كره رياضيه، اما سنة بحول الله ما نجم يفكونا حد بصراحه مش نبداو واضحين. نحن معناتها في الديفيزيون اللي نحن فيه المستوى نتاعنا بعيد برشا، ان شاء الله مش نلقاو حتى اشكال معناتها، وان شاء الله سنة بحول الله باش نطلعوا للرابطه الثالثه ان شاء الله. والله ما تهمناش النتيجه كما تعرف في نهايه معسكر ما تهمناش النتيجه، اليوم عملنا مباريات نحسوا في قاعده تقدم وحيده الفريق قاعد بدي بشويه ان شاء الله مش يجهز، وهذاك الاهم ما يهمناش النتيجه اكثر منها اللحمه بين الملاعبيه واللحمه. عملنا 5 مباريات كما تعرف الراضي بمساكن بدا متاخر التحضيرات نتاعو وقاعدين نقدموا وحيده لونتومون الحقيقه، ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. قاعدين نساعدوا باش نجيبوا ندعموا الرصيد البشري نتاعنا كما تعرف الموسم طويل والاصابات تعرفوا في الموسم والعقوبات، ديما نحبوا اللي مش يجي يعطينا الاضافه الحقيقه، ان شاء الله نوفقوا في الانتدابات كما تعرف الانتدابات راهو مع السرعه اللي قاعدين نخدموا بها احنا في هلال الراضي بمساكن ديما فيها نسبه نتاع خطا. فتحي ولاعب الاجنبي تومانية. والله تومانية مهاجم الحقيقه طيله المعسكر كان لاعب ممتاز جدا، ما قصرش اليوم زاد كيف ما قصرش، لاعب ذو قيمه ان شاء الله نستغلوا ونخرجوا منه لو ماكسيموم ان شاء الله باش الفيت الهلال الراضي بمساكن. احنا سي فتحي نتمنوا لك التوفيق والنجاح، واذا انت نجحت معناها هلال مساكن ينجح. والله فتحي الربي تعرف ولد الجمعيه وما يلوش على معناتها الفائده اللي هو بغض النظر لوجه الهلال الراضي بمساكن، الفريق هذا تربينا فيه ونغيروا عليه، واللي يهمني في الموضوع كل كي هو الهلال الراضي بمساكن.